نستعرض تشكيله نادي الزمالك النهارده وتشكيله الاتحاد السكندري النهارده. الزمالك النهارده بدا زي ما قلت لكم ب 4-2-3-1. 4-2-3-1 دي كانت طريقه لعب نادي الزمالك النهارده، واعتقد انها الطريقه المناسبه لنادي الزمالك. بدا بجنش زي ما قلت لحضراتكم، وبعدين حازم امام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، احمد فتوح، طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ابراهيم حسن، ومحمود كهربا، ويوسف اوباما، وكاسونجو. استحوذ على نص الملعب، عنده اثنين في نص الملعب اللي هو كابونجو، او اسف اللي هو طارق حامد ومحمود عبد العزيز، يعني الرئه مش موجوده، بيحاربوا في كل الاتجاهات، في التحامات وفي اشتراكات، وخصوصا من طارق حامد بتبقى مبالغ فيها بشكل عنيف جدا، لكن في النهايه الاثنين قوه كبيره جدا في نص الملعب، بيدوا سيطره كبيره جدا للحته الدفاعيه، حتى لو كان حاله الرجوع والارتداد للرباعي اللي قدام مش على نفس القدر المطلوب، لكن في النهايه الاثنين دول بيعوضوها بشكل كويس، بيرجعوا بشكل كويس، بيغطوا كل اطراف الملعب، حتى في تكمله احمد فتوح او تكمله حازم امام من ناحيه اليمين بتلاقي على طول مغطي محمود عبد العزيز او مغطي طارق حامد، ودي بتدي لك افضليه على طول، وبتدي لك كمان قطره عدديه سواء كان على المستوى الهجومي او على المستوى الدفاعي. شارك النهارده كمان محمد حسن المنتقل من وادي دجله مع نادي الزمالك لاول مره، ومحمد ابراهيم، ومحمد عنتر، وكمان محمد عنتر قدر ان هو يفوز او يحرز الهدف الخامس. تشكيله نادي الاتحاد السكندري، الهاني سليمان ما كانش موفق ابدا، وخصوصا في البدايه، بدايه اللقاء، رمزي خالد، ويلسون، ومروان النجار، كريم الديب، وشيفو، ونور السيد، وإيمانويل، وبناهيني، وخالد متولي، ومحمد ناجي جده الصغير بالتأكيد، وخالد قمر، وأحمد مجدي، والحسيني، وأحمد الألفي، وفوزي الحناوي، ودول شاركوا جزء من اللقاء. ده كان الأسبوع الأول، أو آسف اليوم الأول من الأسبوع الثاني، هنتكلم فيه باستفاضة وبتحليل أكتر وكلام أكتر مع نجومنا كابتن حلمي طولان وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماده صدقي في النص الثاني باذن الله، بعد ما ناخد جزء من اخبارنا وبعد كده نستقبل ضيوفنا. الكاف النهارده بيبعت جواب على عكس المعتاد او على غير المعتاد، كل مره او كل سنه بيبقى القيد بيقفل يوم 4/8 باستثناء السنه اللي فاتت، والسنه دي امتد شويه ليوم 15 اغسطس. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال ان ده بيدينا مد باب القيد ليوم 15، بيدينا فرصه كويسه ان احنا ما نستعجلش في الاختيار. كان اقاويل طلعت امبارح او كلام طلع امبارح ان ناصر ماهر ومحمد شريف هم اللي دخلوا القايمه، فاضل اثنين بس للنادي الاهلي في القايمه، يعني مش هتخرج عن محمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق، اثنين من الثلاثه دول اعتقد ان هم الاقرب ان هم يخشوا القايمه الافريقيه للنادي الاهلي، محمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق. محمد شريف خد ثقه، وهو اصلا الراجل مديله ثقه وعنده ثقه فيه، بدليل ان هو دخله ال 18 او 19 اللي كانوا موجودين في اللقاء، ودليل ان كمان ان هو اول تغيير في اول مباراه في الدوري المصري وقدام الاسماعيلي، وبعد كمان ما كنت متاخر بيشرك واحد، ده بيدي لك مدلول على طول، او بتستنتج على طول ان ده عنده ثقه في مدربه او المدرب بتاعه عنده ثقه فيه فبيديله وبيشاركه، والراجل ما كدبش ظنه، لا بالعكس عمل فتره كويسه وربنا كافئه وكان موفقه في احرازه للهدف، ودي هتديله ثقه اكبر. ناصر ماهر الراجل قدم 60 دقيقه على مستوى كويس جدا، على مستوى طيب جدا، اعتقد مشاركته في الفترات اللي جايه هتديله مزيد من الثقه، هتديله مزيد من الايجابيه، هيحصل تطوير ونضوج في فكره وشخصه وامكانياته وقدراته، واعتقد ان هو من الناس المؤثره جدا مع النادي الاهلي الفتره الجايه. اكرم توفيق ممكن يبقى على حسب البوزيشن اللي محتاجه النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن في نص الملعب يبقى محتاج واحد اكتر، ناصر ماهر ومحمد شريف الجزء الامامي ممكن يبقى فيه ناس كتير، ممكن على حسب احتياج المدير الفني والراجل للمركز اللي هيبقى محتاجه في الفتره اللي جايه في القيد. انتوا عارفين المركز الامامي في وليد ازارو، في صلاح محسن، في وليد سليمان، في مؤمن زكريا، في ميدو جابر، في احمد حمودي، وفي احمد حمودي موجود لحد دلوقتي في طبعا بالتاكيد مع النادي الاهلي وتم قيده محليا، واحمد الشيخ، ودول برضو مش عايز يبقى في خساره ليهم، ممكن يستخدمهم النادي الاهلي، ممكن النادي الاهلي يستفاد منهم. احمد الشيخ محتاج هو يقعد مع نفسه، ومحتاج يعني يوصل رسائل لنفسه قبل ما حد يوصلها له. لا، احمد الشيخ من الناس اللي عندها امكانيات كتير جدا، بس في حاجه هو لازم يفهمها، هو ما عملش حاجه لسه في النادي الاهلي، لسه النادي الاهلي ما قدملوش حاجه احمد الشيخ، قد يكون السنه اللي خرجها وراح مصر المقاصه قدم
موسم كويس، موسم استثنائي، لكن مع النادي الاهلي ما فيش بصمه، فلازم تشتغل من جديد، لازم تشتغل من جديد مع النادي الاهلي، ولازم يبقى ليك تبقى اضافه للنادي الاهلي. على العموم لسه قدامنا وقت، النهارده يوم 4، لسه قدامنا 11 يوم على القيد الافريقي بعد ما تم مده ليوم 15، وده اللي اشار ليه كابتن محمد يوسف. كارتيرون بيجتمع بالجهاز الفني للنادي الاهلي، قبل اللقاء اجتمع كارتيرون بالجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، كابتن مصطفى كمال، المجموعه كل ليندمان، كل المجموعه اللي موجوده في الجهاز الفني، بيتكلموا، ممكن يتكلموا على الماتش اللي فات، ممكن يتكلموا على المرحله اللي فاتت، ممكن يتكلموا على المرحله اللي جايه، ممكن يتكلموا في جاهزيه بعض اللعيبه، ممكن يتكلموا في استعانه بعض اللعيبه، حاجات كتير قوي. الاعداد دي بتبقى مهمه جدا، الكل بيتكلم بارتاحيه، الكل بيقول رايه، يعني المدير الفني بيسمع للناس كلها، وفي الاخر هو اللي بياخد القرار. يعني انا دايما بيعجبني المدرب اللي عنده ثقه في نفسه، المدرب اللي هو يسمع كل الناس ويجادل مع كل الناس، مفيش مشكله، لكن في النهايه انت صاحب القرار وانت اللي هتقول القرار في الاخر. لكن ممكن وجهه نظر واحد او راي واحد يبقى انت مش شايفه او مش حاسه او مش لامسه يفيد المجموعه والنظام والعمل الجماعي، يعني ده شيء مطلوب جدا ان انت تسمع من كل الناس، لكن القرار في النهايه ليك.